كم مرة نبهت عليكي وقت تكون عم بحكي لا تكذبيني؟ امي انا شو عرفني؟ فكرتك عم تحكي عن جد يا امي. جد ولا مو جد؟ بس يكون في حدا غريب يبعث لك قتلي. ما فتحي تمك بنو، فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت والله. يعطيك يا ضبك ما قلتي بس باعت ابنها. ايه مرت عمي ما قلتي؟ مين هو جدي محمود؟ بعت لك قتلك، انت عم تتصنطي على الباب ما؟ بعدين زهرة هذا مو جدي، جد غادة وبديع. جد غادة وبديع مو فارقة، أول مرة بسمع باسمه. مين هو مرت عمي؟ شو بيعرفني؟ وأنا كمان أول مرة بسمع باسمه. لكن شلون عملتي حالك إنه أنت بتعرفيه مرت عمي؟ قلت بركي بيطلع عنا شيء، على هو ما فهمت إنه في من وراه ورتين. وأنا كمان هيك فهمت مرت عمي. لأنه واحد اللي بديع بلاس فيغاس. من وين كمان؟ لك ايش بكي قدامك؟ قال ولاية بأمريكا. مشان هيك انا عم قلكم لا تحكوا وقت بكون انا عم بحكي، لا تفتحوا تمكن. انا شو ما حكيت بتقولوا ايه؟ شو؟ ايه. مرحبا. اهلين بديع، شو صار معاه؟ راح اتاكد. شافها لعمتك شملكان؟ رحنا لعندها على البيت، نزلت فيه بالصرماي قبل ما يفتح تمه. عرفتها؟ ما عرفتني، كمان دقتني كم صرماي. يوه ليش؟ فكرت جوزها باعتنا مشان ترجعوا على البيت، حاكم هي بقلقته بطاردته. ايه وشو حكى صاحبنا؟ هرب وصار يقول هذا مو ابو كرعوبه، هذا مجرم، امشي بابا امشي. العار حمل وانزاح عن ظهرنا، ما عرفت لنا شو قصته؟ ما عرفت. قال على عشب يحكي لنا. أنا توفيق فرج مانيجر مستر أبو كركوبة. أهلا وسهلا. فهمتوا شي؟ إيه مرت عمي، أذن هو مدير أعمال أبو كركوبة. رح تعملي لي حالك بتفهمي أهل يعني. مزبوط، زهرة بيحكي مزبوط. طلع واحد منا سايبنا بيفهم مثل حكايتنا. يعني حضرتك مدير اعمال محمود ابو كرعوبه؟ لا لا لا، محمود ابو كرعوبه مات من زمان، انا ما بيعرفه. مدير اعمال ابنه بالضبط. يحرك هريشه، اسمه على راس لساني. شلون بتشتغل مدير اعمال وما بتعرف اسمه؟ بيعرف بيعرف، مو ما بيعرف، بس انا على طول بيعيط له مستر. راح عن بالي. عادي بتصير مع كل الناس. سكرت وديع. وشو كان يشتغل؟ قولي الله يرحمه. مات ما مات؟ الله يرحمه، كان بيشتغل بترول نفط. يعني كان عنده كازية. حكيت شيء انا؟ بكازية. شو في شيء بيضحك؟ انا حكيت شيء برا الطريقة. انت لا بقى تحكي لحتى يخلص. مستر وديع كان شريك بشركة كومباني انترناشونال نفط. له حصة كبيرة؟ 27 مليون. كروا عنا يا شو عم تمسخر علينا انت؟ 27 مليون كان مستر وديع يلعب فيهم شده. 27 مليار. هذا قصته بشركة عنده أملاك في العالم 50 مليار. هذا قرايبنا. لك شو بفكر انت؟ بيت ابو كرعوبه كلهم هيك، لو ما مات ابوك صغير كان عنده اسطول. الا كان عنده سفينه؟ اشتراها كان عمره 15 سنه. امي شلون كان عنده سفينه وكان يشتغل عليها طباخ؟ قتلي الشغل مو عيب، كانوا البحاره شياته يحبوه كثير وما كانوا يقبلوا ياكلوا الا من تحت الديات تبعاته. مستر وديع كمان كان طعمي شغيله، كان يعمل مسابقة بالأكل مشان يتسلى. مين بياكل شحاطة بياخد مليون دولار. كان ياكل شحاطة؟ طبعا أنا أكل أربعة شحاطة. صحتين وهنا على قلبك. إيه بس كيف كنت تهضمه؟ أنت مدام شحاطة ما بنهضم. أنا كنت بعمل عملية جراحية دقائق 1000 دولار. أنتم ملاحظينكم عم تلفوا حوالي الموضوع؟ كسكتي هلا خليك كمل تمي. أخي توفيق هلا نحن المطلوب مننا شو؟ أنتم بيورك كل حصة، كل أموال، كل أملاك وديع أبو كرقوبة. نحن؟ إيه. قوموا ليش قاعدين هون؟ نحن قوموا. لوين؟ لك قوموا، تاركين أملاكنا سايبة بأمريكا وقاعدين هون عند مهاني بالأجار. انتو بالاول لازم يرفع دعوة، لازم يكلف واحد محامي. واحد محامي منحط عشرة مو واحد.